الفترة اللي فاتت كان عندنا الماستر بال سيريز، السنة دي عندنا تحديث كبير قوي على الفئة دي، بقى عندنا الام اتش 751. الام اتش 751 هي سماعة ستيريو، نفس الفكرة بتاعة كونسبت السماعة القديمة، الديوربل الومنيوم، الفريم نفسه مصنوع من الالومنيوم، ولكن بقى الجزء الخارجي بالكامل كله متبطن بحيث انه يكون مريح. السماعة نفسها فبقت تقدر تستعملها فترات طويلة من غير ما تحس بيها ومن غير ما تشعر بأي إرهاق. السماعة كمان بقت فليكسبل بشكل كامل، ديوربل، الاير كاشنز نفسها بقت الماتيريال بتاعتها قوية جدا بحيث ان هي ما تتعبكش وانت بتستعملها. المايك بقى ديتاتشبل، الكابل نفسه كمان بتاع السماعة بقى ديتاتشبل بحيث ان لو اي حاجة حصلت للكابل نفسه تقدر تستعمل اي كابل 3 اونس مني او ان انت تستعمل كابل اصلي لانه هيبقى فيه اللوك بتاع الكابل نفسه بحيث ان هو ما يتكلاش وانت بتستعملها. سماعة ستيريو هيكون سعرها $69، هي نفس الكونسبت بتاع السماعة الأولانية ولكن السماعة دي هتكون 7.1 سراوند ساوند، هتكون 7.1 سراوند ساوند، نفس الفيتشرز الأساسية اللي هي موضوع الديتاتشبل مايك والديتاتشبل كيبل. هتلاقي فيها كمان بالإضافة للقصة دي هتلاقي إنه موجود معاها الساوند كارد. الساوند كارد هيديك صوت أو تجربة صوتية احترافية أكتر، سراوند ساوند 7.1. هتلاقي انه في زرار هيتحكم في موضوع ال 7.1 تفعله او تقفله، تحكم في الصوت، التحكم في موضوع الشات او المايك. طبعا عند معظم الناس عندها الحامل بتاع الهيدسيت، الحامل بتاع الهيدسيت مهما كان بريميوم سواء كان ميتال او سواء كان خشب فهو جزء او اوبجكت محطوط على الديسك بتاعك واخد مساحه ما بيعملش اي حاجه غير انه يشيل السماعه. كولر ماستر حابه تعمل الموضوع بشكل مختلف شويه، انه الحامل ما بقاش مجرد حاجه اوبجكت محطوط على الديسك عشان السماعه بس، بل بقى فيه بوكس 2 يو اس بي 3، كارت صوت داخلي، منفذ للسماعه، فبقى اي سماعه انت ممكن تستعملها مع الدوك اوفر لك تجربه صوتيه افضل بكتير، صوت انقى بكتير، اعلى بكتير. بالاضافه لانه الميزه كمان المهمه جدا، السطح بتاع الدوك بالكامل بقى وايرلس تشارجنج، شي وايرلس تشارجنج يونيفرسال، فتقدر تستعمله مع اي ديفايس بتستعمل وايرلس تشارجنج سواء ايفون ابل ايفون او سواء منتجات سامسونج تليفونات او اي شركه ثانيه. حتى لو عندك ماوس وايرلس تقدر تشحنه من الدوك. لما بتبدا عمليه الشحن الدوك بيتغير لونه من الاخضر للازرق، هو كده بيشحن لونه ازرق، اول ما هشيل التليفون وقف الشحن هتلاقي انه بقى لونه اخضر. الماوسات الجديدة الجيمنج من كولر ماستر، موديلات مش كتيرة، هما 3 موديلات الجداد او التحديث عن الموديلات القديمة، ولكن الموديل الرئيسي عندنا اللي هو الـ MM830. الـ MM830 فيه اختلافات جوهرية كبيرة عن اي حاجة او اي حاجة ماوس احترافي موجود في السوق حاليا. الماوس بيوفر 24000 دي بي اي حساسية بتاعة السنسور، دي اعلى حساسية موجودة حاليا بالنسبة للماوسات مخصصة للالعاب. جواه بروسيسور، جواه ميموري بحيث ان كل التعديلات او الكاستمايزيشن اللي انت بتعملها على الماوس سواء بقى ماكرو او خلافه فهي محفوظه جوه الماوس نفسه من غير ما تحتاج لسوفت وير، مجرد ما بتعملها مره بتفضل محفوظه. الى جانب الموضوع الدي باد تكنولوجي او الدي باد، الدي باد باختصار شديد انه الزراير اللي بتبقى على جنب الماوس اوقات كتير بيبقى صعب استخدامها. انت هي مفيده ولكن بيبقى صعب استخدامها. الدي باد باختصار هو انه عملنا نفس الكونسيبت بتاع الجويستيك بتاع الكونسول جوه الماوس. طبعا عاده بالنسبه للماوس باد بشكل عام بيبقى فيها نوعين، نوع اللي هو البريسيشن ماوس باد والنوع اللي هو السبيد ماوس باد. هنا في كولر ماستر الموديل الجديد اللي هو الام بي 860 ار جي بي هارد ماوس باد صلبه، ولكن الفكره فيها انه بقى السطح العلوي فيها بريسيشن او مخصص اكتر لموضوع الدقه، السطح السفلي مجرد ما تقلبها بقت ماوس باد ثانيه، بقت سبيد ماوس باد مخصصة أكتر للجيمنج. سلسلة جديدة من كولر ماستر خاصة برضو بموضوع الجيمنج ولكن بشكل مختلف شوية. السلسلة الجديدة أو الـ CK600، إحنا كان معانا الأول الـ CK550، دلوقتي الـ CK600. الـ CK600 بتركز أكتر على موضوع الوايرلس جيمنج، فبقت الكيبورد بلوتوث وايرلس تقدر تستخدمها مع الواير أو الوايرلس. الواير لو هتستخدمها مع الواير فهو منفذ USB-C أحدث حاجة، فهيكون متوافق مع اي حاجه انت بتستعملها حاليا.
الاضاءه بالكامل ار جي بي، المعد الجسم بالكامل مصنوع، الجزء كله الجزء العلوي بالكامل مصنوع من الالومنيوم، السويتشات المستخدمه في الكيبورد دي او في السلسله دي بشكل عام هي سويتشات شيري ام اكس لو بروفايل جديده اللي اعلن عنها من حوالي شهر، شكلها مختلف شويه، حجمها اصغر، تكون مناسبه اكتر للكيبوردات النحيفه، فهتلاقي انه سمك الكيبورد بشكل عام يمكن اصغر من نص حجم الكيبورد العاديه. متوفر منها ثلاث موديلات مختلفه، الحجم الكامل، التينكي ليس اللي ما فيهوش نمبر باد، والحجم ال 60%، 60% ده حجمه صغير جدا فيكون مناسب اكتر للموضوع البورتابيلتي، ان انت تنقل بيها مكان مكان، حطها في شنطتك وانتهى الموضوع. من فتره كنا اصدرنا الكيبورد الجديده المخصصه للفئه العاليه اللي بتستخدم السويتشات من شيري ام اكس، كان في سويتشات البلو والريد والبراون، كانت كيبورد ميكانيكال كامله، دلوقتي اللي هي الام كي 750 ده الاصدار الاصغر منها اللي هو التينكي ليس اللي ما فيهوش النمبر باد، بيكون مناسب اكثر للاف بي اس جيمرز لانه حجم الكيبورد اصغر، فالمساحه او المسافه ما بين الماوس وما بين الكيبورد اصغر، فبتديك امكانيات احسن او اريحيه اكبر وانت بتلعب لفترات طويله. الكيبورد الجديده او الفئه العليا الجديده او الفلاج شيب من كولر ماستر هي الام كي 850، الام كي 850 تستخدم هاير جريد الومنيوم للبادي، هتكون فيها غير موضوع الار جي بي طبعا، موضوع الماكرو كيس موجوده، التكنولوجيا الجديده الخاصه بكولر ماستر او اللي كولر ماستر بتستخدمها في الكيبورد دي هي الايم باد تكنولوجي. الايم باد تكنولوجي عباره عن ايه؟ عباره عن الزراير، الثمان زراير اللي الجيمرز بيستخدموهم عاده في الجنب الشمال من الكيبورد دول، بقى بخلاف الميكانيكال سويتش بقى في انفراريد سنسور تحت كل سويتش بحيث انه يديتكت الضغطه بتاعتك. في العادي الكيبورد يا اما بتبقى اون لما بتدوس او اوف لما بتشيل ايدك، لا بقى في درجات في النص، السنسور ده بيقدر يحس بالضغطه بتاعتك اذا كانت قويه او ضعيفه. الموضوع ده هيكون مناسب لايه؟ هيكون مناسب اكبر او هتحس بيه بقيمته اكبر في موضوع لو انت بتلعب العاب ريسنج، هو بالظبط زي الانالوج بتاع الجويستيك بتاع الكونسول. طبعا الكيبوردات العاديه ما فيهاش الكلام ده او البي سي بشكل عام ما فيهاش الكونسبت ده، فده هيوفر لك الموضوع ده، اكنك بتلعب بدركسيون بتاع عربيه بالظبط، فبدل ما كان اون واوف لا بقى في درجات في النص، بالاضافه لانه فيها الديديكيت كيز عشان تتحكم في المالتي ميديا، الزراير المنفصله عشان تتحكم في موضوع الام باد تكنولوجي والاضاءه بشكل عام. ايه فيها اثنين ويلز باي ديفولت، واحده منهم بتبقى معموله للصوت واحده للبرايتنس بتاعه الكيبورد، ولكن كل الزراير بالاضافه للاثنين الويلز تقدر تخصصهم بشكل كامل لاي وظيفه انت عايز تعملها، او سواء زراير الماكرو المنفصله اللي على الشمال. كمان الكيبورد فيها اثنين مدخل يو اس بي 3 من الجهه الخلفيه بحيث انه يوفر لك امكانيه اكبر للتوصيل على الديسك بتاعك بدون ما انت تحتاج ان انت توصل في الكيسه بشكل لو انت هتستعمل فلاش ميموري او وخلافه.